السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم علي جمال من كورس اللارافيل API. إن شاء الله في الحلقة ديت هبتدي أوضح كانت في مشكلة يعني بعض المتابعين كان ذكرها، اللي هي بيقابلك مشكلة لما تيجي ترفع المشروع بتاعك الخاص باللارافيل على الاستضافة، بيقول لك إنه application encryption key has been specified. تمام؟ طيب نحل المشكلة دي إزاي؟ هتيجي على المشروع بتاعك وتروح على الفايل مانجر ونفتح الفايلز الخاصة بالمشروع. هتلاقي عندك في ملف الكونفج هتلاقي اب، هنعمل edit عليه. قبل ما افتحه لك برضو عايز اوصل لك احنا هنعمل ايه. انت عندك لو جيت الروت الخاص بالمشروع بتاعك هتروح على .env وتفتحه او تعمل له edit، بحيث هوريك ايه الابليكيشن او الاب كي، هو ده الاب كي الخاص بيك. تمام؟ هتاخده كوبي بالشكل ده وهتروح على ملف الكونفج وعلى الاب هتعمل له edit، هتنزل تحت على الاب كي هندور عليه، هتلاقي عندك هنا الاب كي. تمام؟ هنيجي هنا نعمل فاصلة وبعدين base 64 بالشكل دوت underscore بعدين decode، وهنفتح قوسين بالشكل ده وال single quotation. تمام؟ وبعد كده هنحط الاب كي اللي احنا خدناه من هناك. تمام؟ لكن هنشيل البيز 64 نقطتين من اول، هيبقى بالشكل دوت. تمام؟ وبعد كده هنضغط save and close. تمام، هتتحل المشكلة معاك. انا هفتحه لك تاني بحيث برضو تاخد بالك من الكود. هتيجي على ال env هنا هتلاقي ال app key، هنعمل فاصلة وبعدين base 64 underscore بعدين decode بالشكل ده، بعدين اللي هو الكود اللي احنا خدناه copy من ملف ال .env. تمام، وبعدين هنقفل القوس بتاعنا. هنروح برضو اوريك الملف تاني بحيث تاخد بالك منه، edit اللي هو .env، هتلاقي الاب كي فوق خالص هنا ده. تمام، ده اللي هناخده كوبي. خلاص، طيب كده وصلنا لاخر الحلقة. بفكرك ان انت هتعمل لايك سبسكرايب القناة وعمل شير. حبيت ان انا انوه على الموضوع ده لان فعلا المشكلة دي احيانا كتير هتقابلها، حبيت ان انا انوه عليها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.